جاءوا إليه فقالوا له يعني حاول في محمد أن يكف عن هذه الدعوة عن إذانة، خاصة أن أبا طالب على دينهم ما زال. نعم. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن كف عن هذا الدين ودع قومك وكذا، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن أبا طالب يريد أن يتخلى عنه. نعم. الدفاع عنه كذا ورعايته وكذا. كانت عروض متعددة، إن أراد ملكا ملكناه علينا، وإن أراد هذا 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 قاله ال عتبة بن ربيعة. نعم. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد إن شئت ملكا ملكناك، نعم، وإن شئت جاها وجهناك علينا، وإن شئت مال جمعنا لك من الأموال حتى تكون أغنانا. نعم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله. وهنا فائدة، طالما أنك ذكرت نعم. هذه الفائدة، شوف لو شئت ملكا ملكناك، كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم ملكوني وأنا أسكت. نعم. وبعد أن ينال الملك يفعل ما يشاء، ملك نعم. بعز السلطان، ملك من يمنعه؟ نعم. لكنه لم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم. ولعلنا تحدثنا في حلقتنا قبل نعم. الماضية عن النبي الملك نعم والنبي العبد نعم. نعم. رفض هذا صلى نعم. الله عليه وسلم، لأنه أراد إصلاح المجتمع صلى الله عليه وسلم. فالمهم أشعر أبا طالب بأنه حزين من موقفه، فبين له أبو طالب أنه لن يتركه وأنه معه وأنه مساند له مهما قالوا. نعم. ثم جاء عرض مغري في ظنهم لأبي طالب، قالوا له شوف نعطيك أقوى أولادنا وأجملهم وتعطينا محمد عليه الصلاة، فماذا تقول؟ فقال لهم أبو طالب تعطوني ولدكم أغذوه وأطعمه وأرعاه وأعطيكم ولدي الذي تقتلوه، هذه قسمة ضيزة. نعم. ما تصلح هذه القسمة. فلم يجدوا يعني منفذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركت، ما تركته. ولكنه حديث ضعيف لا يثبت من حيث الإسناد. نعم. ولكن المعنى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مهما حاولوا فيه رفض. نعم. صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الدعوة، وهي الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى. انتقلوا إلى مرحلة أخرى. نعم. وهي مرحلة السخرية والاستهزاء، إذا يعني إذا إذا نفسي وإذا مدني. نعم. نعم. بس قبل هذا كانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلوا عليهم حافظين. فبدأوا بالاستهزاء والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما نفع. فلما لم ينفع هذا كله انتقلوا إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الإيذاء. نعم. والإيذاء ينقسم إلى قسمين، إيذاء معنوي وإيذاء جسدي. نعم. الإيذاء المعنوي منه أن بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كانت له 4 بنات. نعم. رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. فاطمة أصغرهن. كانت رقية وزينب وأم كلثوم متزوجات، زينب عند أبي العاص بن الربيع، ورقية عند عتبة بن أبي لهب، وأم كلثوم عند عتيبة بن أبي لهب، يعني أبناء أبي لهب متزوجان من ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرهما أبو لهب أن يطلق بنتي النبي نكاية به، وفعلا قام عتبة وطلق رقية، وجاء عتيبة وطلق أم كلثوم نكاية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إذا نفسي.